بونسوار البنات، بغيت نوريكم الديماكيون المفضل عندي في هذه الفتره، هو هذا ديال غارني ديال لا بوتيرن. جا كان نستعمل الغوص، هو زوين بور لي بو سنسيبل، زوين واعر بزاف. كنصحكم تاخذوا هذا اللي فيه 400 ام ال، هذا احسن داك الصغير صغير، غير الا بغيتوه كتصافوا ديروه في الصاك ديالكم، يعني ما غاديش ياخذ لكم سباس بزاف، ولكن هذا الكبير احسن من الصغير، كيدي لكم واحد الفتره اللي هي طويله بزاف. وبالنسبه لي كوتون اللي كنستعملوا ما هادو ديال سانسيا، هادو اللي كيجوا طوالين، ديجا كنستعمل كنستعمل هذا، حتى هما زوينين، هادو واعرين حتى هما، ما كيتفرتو ما والو، كيبقاو لاصقين. البروبليم الوحيد اللي كاين في هاد السانسيه هو انه ملي كنبغي نجر هاد القطنه هادي دغيا كتحل، تالي بحال كتفرتت لي، يعني داك الطن اللي داخل بحال تيخرج. ابار سا هي زوينه، شوفوا كيفاش كتجي، كاين هاد لافاس هذا وكاين هاد لافاس اللي كيجي هكا بحال شويه حرش، زوينه بزاف. وتهادي صراحه ما بيهاش، هذه صراحه ديال سيبتونه زوينه ما بيهاش. هذه خديتها عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال 5 دراهم، خديتها ب 13 درهم، نفس الثمن بالنسبه للسونسيه. دونك فوالا، نتوما ليكم الاختيار، شوفوا لي كوتون اللي عجبوكم تقدروا تاخذوهم.